مختلف الحياه والمقام الدفع اولا عدم قبول الدعوه الجزائيه الرفعيه غير الذي رسمه القانون 207 انت معاك معايا الدفاع مفقود مستقبلا الدفاع مفقوع بالنسبه للدفع الاول عن الرئيس والخاص بعدم قبول الدعوه الجزائيه المقامه من قبل النيابه العامه وفقا للقانون 207 في الماده العاشره منه. ولعلي بدايه مع الرئيس اصعد امام الايه الموقعه ما ورد بامري بحاله من الاتهامات المنسوبه الى المتهم لانها ذات عبره في هذا الكلام. فقد ورد باتهامات النيابه العامه بامري بحاله ثلاثه اتهامات هو ثالثه مع الرئيس وهو ما يعنيني بهذا الدفع تحديدا وهو تواصل المتهم الماتن مع اخر في عام 2018 وتعاونه مع المتهم محمود مبروك في تسهيل اجراءات خروج البضائع والشحنات بمخالفه للقانون اي كانت طبيعه تلك المخالفه. وفي ظل هذا التوقيت من العام 2018 كان القانون المطبق على البضائع الجمركيه هو القانون رقم 66 لسنه 63. لان القانون الحالي المنطبق على الجمارك هو القانون 207 والذي صدر ونفذ في شهر يناير من العام 2020. اذا فالواقعه الوارده ببند ثالثا من اولا من امر الاحاله لا يسري عليها بقاعده قانونيه تنطبق هي الماده 30 مكرر من القانون 66 لسنه 63.